أسماؤنا نمضي وتبقى هنا أعمارنا أعمالنا وبها سمت أسماؤنا نمضي. السلام عليكم أعزائي المشاهدين، نتمنى إن شاء الله راكم بخير وبصحة جيدة. كما عودناكم في مساء كل يوم اثنين على الساعة 8 نتلاقوا في حصتكم لازم تعرف وفي قناتكم الأنيس تيفي. كالعادة جبنا لكم مواضيع جديدة خاصة بكل فقرة اللي هي يومي ديني وصحتي مع أخصائيين اللي عندهم مصداقية في تقديم هذه المعلومات. نتمنى لكم إن شاء الله مشاهدة ممتعة للجميع. كما عودناكم مشاهدينا الكرام في فقرة يومي نتكلموا على الإسعافات الأولية، واليوم رايحين نتكلموا على الكسور مع أستاذ سعيد. مرحبا بك أستاذ. وعليكم السلام ورحمة الله. قبل ما نبدو على الكسور حابين نعرفوا ماذا نقصد بالكسور، إذ أن الكسور نقصد به ذلك الالتواء أو الشق في العظام. إذن بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة للمشاهدين إن شاء الله. شكرا لك. يمكن في هذه الحصة نشوفوا على الكسور، وكما تعرفت بلي في الكسور فيه لماذا وكيف ومتى. في الكسور عدة أنواع، يمكن يكون كسر مفتوح يمكن يكون كسر مغلق. ماذا نقصد بالكسر المفتوح؟ كسر مفتوح يمكن العظام تخرج من مكانها، تخرج قاع من مكان تاعها وتمزق الجلد ويخرج العظم، ولا يكون يمكن يكون كسر مغلق بمعنى الكسر داخل ما فيهش جرح ما فيهش نزيف ولكن فيه كسر. ممكن يكون بسيط الكسر المغلق، بمعنى ما قسموش الى بسيط وخطير. هو الكسر دائما خطير ولكن قسموه بالنسبه للوضعيه، اذا كان مفتوح اذا كان مغلق. استاذ سعيد، وين تنعرفوا هذا الشخص راه مصاب بكسر او مجرد التواء؟ هو في الاساس كان تقريبا ثلاث علامات، التواء ولا شق ولا كسر، تقريبا فيها ثلاث علامات. العلامه الاولى يمكن يكون الم حاد بمعنى بشده، يمكن غير مسه هذاك الشخص مسه الطرف هذاك يكون فيه الم حاد. النقطه الثانيه عدم التحريك لمصاب هذاك العضو، بمعنى العضو هذاك ما ينجمش يحركه. اذا كان مثلا في الرجل كاين نقولوا اللي حرك الرجل هذاك ما ينجمش يحرك، يفقد السيطره. يفقد السيطره بمعنى فيه الم حاد. والعلامه الثالثه هو تشوهات، بمعنى يمكن في الكسر المكان تاع الكسر يمكن ينتفخ يعتبر تشوه، يمكن يكون ثقب داخل يعتبر تشوه، يمكن يكون التواء بمعنى تغير الشكل، بمعنى يمكن نجيبه اصبع تغير الشكل تاعو يعتبر هذا تشوه. اذا كاين ثلاث علامات، عندنا الم حاد، عدم تحريك المصاب هذاك العضو فيه الم حاد، زائد تشوهات بمعنى الانتفاخ والالتواء والاعوجاج. استاذ، ما هي الاعراض اللي ممكن الاعراض الاخرى اللي ممكن نقولوا عليه بلي هذا الشخص راه مصاب بالكسر؟ مثلا وجه شاحب، ممكن تعرقات. بالنسبه للعلامات نشوفوا الوجه نتاعو يتغير اللون نتاعو الى شحوب الوجه مثلا ولا الاحمرار، ولا نلقاو الشفتين تاعو مثلا يروحوا الى لون ازرق، نبضات القلب تكون بسرعه، وكاين الم بمعنى يمكن يكون بكاء ولا انين بالنسبه للعلامات. صعوبه التنفس، صعوبه في التنفس. نعم، صعوبه في التنفس. يمكن كاين حاله ولكن مشتركه لكل الاعراض، يمكن يكون يتخيل ما نقولوش غالبا، ولكن اذا كان فيه يتقيا هذاك الشخص ولا تقيا نعرفوا باللي عنده كسر. ولكن كاين بعض الحالات اخرى، اذا كان يتقيا عنده حالات اخرى ماشي غير فقط اذا كان عنده كسر يتقيا، اسمها هذه الحاله خاصه. ولكن شحوب الوجه ونبضه القلب عنده علاقه مع، وممكن ايضا ارتفاع درجه الحراره، درجه الحراره البروده. نعم، خاصه يكون في الطرف هذاك تاع المصاب، ممكن يكون في الرجل مثلا ولا في اليد ما ينجمش يتحرك، تلقى اللون ازرق بمعنى يروح اللون ازرق، سيتو اذا كان عنده نزيف داخلي بمعنى عاود فيه تمزق داخلي مع الكسر. كسر مثلا ماشي مفتوح ولكن داخل جسم الانسان يمكن يمزق الالياف ولا يمزق الاعصاب الصغيره الرقيقه. يمكن اذا كان مفتوح هذا صعيب جدا لانه راه يصبح حاد كالسكه، اذا كان الكسر مفتوح يعتبر حاد كالسكه. وايضا استاذ سعيد، يوجد ان بعض انواع الكسور في مناطق تعرض الكسر في مناطق الجسم، ما هي ممكن نقولوا اخطر منطقه ليصاب بها الكسر؟ مثلا العمود الفقري اللي ممكن تسبب بالشلل.
بالنسبة للأماكن يمكن قسموه إلى 3 أقسام، الأطراف السفلية والأطراف العلوية، ويمكن يكون حالة خاصة، يمكن يكون في الرأس ولا في الجذع بمعنى في الظهر، هذا بتقريب من علامات خاصة. ولكن الأخطر إذا كان عنده الإصابة في الرأس ولا في الظهر، أيضا بمعنى في الأعصاب، كل الأعصاب تقريبا خيوط الأعصاب تمر في الظهر، وبالتالي يمكن أي تحرك، أي تحرك يمكن المصاب هذاك يتفاقم الوضع نتاعو. الآن نمر إلى ما هي المساعدات ولا ممكن الحركات الأولية اللي لازم نقوم بها في حالة كسر. بالنسبة للحركات كما قلنا يمكن قسموا الأطراف السفلية والأطراف العليا. يمكن نبدأ بالأطراف العلوية، عندنا اليدين بالنسبة لليدين نسموها أطراف عليا، عندنا يمكن يكون الكسر في اليد هذه. كاين مثلا 3 أنواع من التثبيت. التثبيت الأول تثبيت الارتجالي، بمعنى كيما نشوفوه نثبتوا، ما عندناش وتاح، ما عندناش وشاح، ولا ما عندناش مثلث هذاك تاع الربط مباشرة كما نشوفوه في في الفيديو الفيديو باللباس نتاعو، مباشرة يدور هكذا ويشدو. هذاك الوقت ما عندناش مثلث هذاك تاع الربط ولا الزاوية، لأن المثلث عنده 3 أطراف، وبالتالي إذا ما عندناش هذاك الوقت ببداية مباشرة عند الإسعاف الكسر، لازم الهدف نتاعنا هو التثبيت. كي نسمعوا كسر بمعنى التثبيت، واش معنى التثبيت؟ عدم تحريك هذاك العضو، ولا عنده علاقة مع، بمعنى ما نحركوش أي عضو عنده علاقة مع العضو المكسور، وبالتالي عدم التحريك معناه التثبيت، نثبتوا المصاب هذاك في المكان هذا ولا العضو المكسور ولا فيه شبهة تاع الكسر. خاطر لعلمك بالنسبة للكسر ولا الالتواء ولا العلامات هذه ما نعرفوش حتى نروحوا إلى فحص الأشعة، الأشعة. وبالتالي احنا مسعفين ما عندناش وسائل، عندنا أيادي بيضاء ما عندناش ولا وسيلة، وبالتالي احتمال فيه كسر، يمكن يكون فيه مثلا اصطدام ما فيهش كسر، يمكن يكون فيه شق فقط، يمكن يكون التواء، وبالتالي كل الحالات هذه نعرفوها نفترضوا بها احتمال فيه كسر، وبالتالي الهدف نتاعي هو تثبيت الكسر مباشرة. هي من الأحسن أستاذ سعيد أنه لما نشوفوا شخص مصاب بالكسر ناخذه الأقرب مستشفى، لكن في بعض الحالات ممكن ندخلوه ونديروا الإسعافات الأولية كما ذكرتها بالنسبة للتيشيرت أي القميص ونقوموا بديك العملية. هو في الأساس من الأحسن ما فيش بمعنى تحريك هذا المصاب، من الأحسن إذا لقينا باللي من الأحسن نخليه المصاب في المكان تاعو أحسن. إذا اضطرينا لازم نثبتوا، ثبتنا هذاك الوقت ندهي لأقرب مستشفى، ولكن في الأطراف السفلية أحسن من الأحسن ولا حركة، نثبتوه في المكان تاعو إذا كان في الأطراف السفلية. إذا كان في الأطراف العليا في اليد مثلا، في الكتف، في العضد، هنا في العضد، هذا يمكن بعد التثبيت ندهي لأقرب مستشفى، ولكن في الأطراف السفلية في الرجل من الأحسن ما ندخلوش، ما نحركوش. يمكن يكون في الكسر، في مثلا الكسر يكون في الحوض، في الحوض، يمكن يكون في الظهر، يمكن يكون في الرأس، من الأحسن لا ولا اجتهاد، خلوه في المكان تاعو، ندير الإسعافات نتاعي في المكان تاعو، ندير التثبيت في المكان تاعو. نرجع أستاذ سعيد للحالة الثانية وين ما يكون الشخص لابس قابس يعني بالأزرار، في هذه الحالة ممكن كما رانا نشوفوا في الفيديو هذه ممكن حل أولي. حل أولي نسموه دائما التثبيت ارتجالي، بمعنى بدون وسائل، ما عنديش وسائل، يمكن بالقميص كي شفنا الفيديو الاول في القميص مباشره. وكان التثبيت الثاني يمكن يكون المصاب هذاك ولا الضحيه هذاك عنده اقمشه مثلا، ندخله مباشره هنا ونحطه، نفتح الازرار اولا ثم وندخله نوضع اليد يد ونغلقه مباشره بالزر هذا حتى الزر هذا، يسموه تثبيت ارتجالي. وايضا استاذ ممكن مجرد تساؤل، علاش نربطوا هذه المنطقه؟ هو بالنسبة للمنطقة دي باش نثبتوا فقط الكسر، خاطر لأن يمكن نروحوا للتثبيت بعد اسمه في الإسعافات الأولية، ندير الإسعافات الأولية، ندير المستشفى يدير له مثلا تجبيرة بمعنى البلاطر، البلاطر لازم يشدوا على الأقل مفصلين، المفصل هذا حتى المفصل هذا لازم يشدوا، وبالتالي احنا مادام عندنا غير فقط القميص، إذا لازم نحاولوا نثبتوا من مفصل حتى المفصل باش ما يتحركش. والحالة الثالثة وين ما يكون عندنا الوشاح. إذا عندنا الوشاح هذا تقريبا سهلنا العملية. سهلنا العملية. بالنسبة للوشاح فيه 3 أطراف، وبالتالي يمكن نسموه مثلث. المثلث نجيبوا الطرفين، الطرف الأول ندخلوه تحت إبط العضو المصاب، نحطوه في الكتف مباشرة، والطرف الثاني مباشرة يروح للرقبة. فوق اليد ويروح فوق اليد إلى الرقبة. بعد نروحوا من الخلف
بعد كما نشوفوا في الفيديو بعد يربط من احسن لازم يكون الاصابع نتاعو لازم يبانوا السبب وعلاه لازم باش يشوفوا يمكن يكون عنده نزيف يمكن يتغير اللون تاع اليد وبالتالي نحاول نخلي الاصابع تبان حاجه الاولى حاجه ثانيه بالنسبه للعقله بالنسبه للمثلث يمكن راس المثلث العقله هذه ندوروها بعد نربطوها ولا ندخلوها الداخل باش يكون التثبيت نتاعي هذا اذا كان عندك الكسر الجهاد اذا عندك الكسر في العضد عفوا في الكتف ولا في العضد نديروا وشاحين الوشاح العادي هذا هو وكاين وشاح معاكس يشد الوشاح معاكس يكون هكذا والطرف الاخر من الجهه هذه يكون الطرفين نربطوا الربط لازم يكون وشاحين اذا كان عندك كسر من الجهه هذه وشاح واحد فقط هذا اللي شفناه يسموه مثلث عادي يسموه المثلث عادي الطرف الاول يتحط هنا والطرف الثاني يعاود يرجع يروح الجهه هذه ونديروا العقده هذا اذا كان عندك كسر هنا اذا كان عندك الكسر في العضد ولا في الكتف لازم يكون فيه وشاحين الوشاح الاول والوشاح الثاني المعاكس دائما يكون تحت ابط المصاب نربطه الربط نشكرك استاذ سعيد لكن قبل ما نختم هذه الفقره حابين نتقدم نصائح في حاله الكسر للمشاهدين النصيحه من الاحسن اذا سمعنا الكسر الهدف نتاعي هو التثبيت نحاول ما نحركش المصاب بكثره حاجه ثانيه نحاول اذا كان فيه الكسر مفتوح نعملوه كما يكون جسم غريب مسمار سكين نحاولوا الوسائل تاع التثبيت هذا لازم ما تمسش الكسر المفتوح بمعنى العظم اذا كان العظم مفتوح كي نديروا الوشاح لازم الوشاح هذاك ما يمسش العظم هذا حاجه ثالثه من احسن ما نردوش بمعنى نقولوا باللي هذا العضو ماهوش في المكان تاعو نردوه لا الاحسن اذا كان معوج خليه معوج اذا كان فيه تشوهات ماشي اذا كان منتفخ نحاولوا نفقعوا هذاك الانتفاخ لا اذا كان فيه تشوهات نخليه في مكان تاعه نحاول نربطه بالمصاب ندير الابلاغ نتاعي ونفس الوقت من احسن كذلك كما كي درنا التثبيت نتاعنا نبقاو مع المصاب نتفقدوا الوظائف الحيويه الاساسيه نتفقدوا ايضا راه ممكن في حاله الاسعافات الاوليه احنا رانا نقوموا في الاسعافات الاوليه في نفس الوقت رانا نشوفوا المصاب راه يتنفس راه هذه تقريبا تفقد وظائف حيويه نسموها المعاينه للوظائف الحيويه البيلون من احسن كل مره راهي نشوفوها خاطر احتمال هذا المصاب راه ضعيف عنده الم بعد زيد كي نثبتوا بعد بدا يتقيا اذا عنده مشكل في التنفس بعد يبقى له مثلا لقى حشاكم مثلا يبقى في الحنجره يمكن يتوقف التنفس تاعو يمكن المصاب هذاك يغمى عليه مباشره سيرتو اذا كان عنده اصابه في الراس غالبا في الراس يكون مثلا صدام حادث مرور غالبا يكون عنده مشكل في الراس السياره كانت بسرعه بعد تقف في لحظه يروح هكذا يضرب الراس نتاعو في الوجه تاع طابلو السياره طابلو دور مباشره عاود يرجع وبالتالي يمكن يكون عنده اصابه في الراس يمكن كذلك يمكن اصابه في الرجلين في الحوض بالنسبه للرجلين كي توقف بسرعه يتوقف في لحظه يصطدم يمكن العظام هذه الطويله تضربه في الحوض يمكن يتكسر العظم نشكرك استاذ سعيد على التوضيحات شكرا مشاهدينا الكرام نتابعوا الفقره الثانيه اليوم راح نتكلموا على الصلاة في مكان يلهي المصلي مطالب بتحصيل الخشوع يعني يدير الأسباب اللي يترتب عليها الخشوع ومطالب أيضا بنفي الأسباب يبعد عن الأشياء اللي تقلع لها الخشوع تأمل إلى حديث عائشة رضي الله عنها قالت صلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في خميصة ذات أعلام ثوب فيه أعلام فلما قضى صلاته قال لعائشة اذهبوا بهذه الخميصة إلى أبي جهل لماذا؟ علاه قال هدي هذا الثوب قال لأنها ألهتني آنفا في صلاتي يعني شغلتني في صلاتي فكيف يعني رجل عينه على الصلاة والعين الأخرى على التلفاز ما أدريش فيه التلفاز راه يصلي ويشوف في الكمبيوتر ولا في التلفاز يعني يقطع فقط من وقته 10 دقائق أو أقل 10 دقائق يخليها خالصة لله عز وجل 10 دقائق يتعبد فيها لله عز وجل يعني والباقي يقضي أموره المباحة يعني 10 دقائق هذه يصليها كما قال صلى الله عليه وسلم رجل فرغ قلبه في صلاته يعني حاول الإنسان لأن الخشوع هو لب الصلاة وروحها والصلاة بلا خشوع
يعني جسد بلا روح. أنا نمر إلى الحالة الثانية واللي هي الحركة نعم. اليسيرة. قبل ما نتكلم عن الحركة اليسيرة نذكر هذه القصة. يعني مرة في مسجد نصلي في الصفوف الأخيرة وإلى جنبي شيخ كبير في السن أكثر من 70 سنة، وأحد المصلين في الصف الأول خلف الإمام رن الهاتف تاعه وكان في أغنية ساخطة وخلاها تقريبا ركعة كاملة، يعني من قراءة الإمام حتى للسجدة الثانية يعني طفى الجهاز. فلما كملنا الصلاة أسف فقال أنا يا عمري أكثر من 70 سنة ما سمعتش مثل هذه الأغاني خارج المسجد، وأنا اليوم نسمع الغناء في بيت من بيوت الله. يعني هذا اللي راه الهاتف تاعه يرن في الصلاة، فهذا الأفضل أنه يدخل يده في جيبه ويحافظ على اتجاه القبلة بيد واحدة، يطفئ الهاتف أو يديره على الصامت ويقبل على صلاته حتى ما يفتنش الناس. النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجل يقرأ قرآن بصوت مرتفع فقال: ألا كلكم مناج ربه فلا يجهر بعضكم على بعض بالقراءة القرآن، وما تجهرش في المسجد وحداك واحد يصلي، ما بالك يعني الهاتف. وهنا لابد أن نذكر ما هي الحركة اليسيرة. الحركة اليسيرة حركات غير متتالية، وحركات اللي يديرها الإنسان مضطر لإصلاح الصلاة، كفتح الباب، كفتح النبي صلى الله عليه وسلم الباب لعائشة، فعائشة قال: استفتحت الباب، طرقت الباب وكان الباب في القبلة والمسافة قريبة، قالت: فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فتح لي الباب ثم رجع وأتم صلاته، يعني وحافظ على اتجاه القبلة. فالحركة اليسيرة لا بأس بها. أيضا أرشد النبي صلى الله عليه وسلم المصلي إذا كان يصلي ومر واحد ما بينه وما بين السترة تاعه أنه يمد يده يدفعه، يدفع المار بين يدي المصلي. كذلك حديث أنس كان الصحابة يصلوا في اليوم الحار، فإذا سجدوا واحد منهم يبسط الثوب تاعه يديره تحت الجبهة تاعه ويسجد عليه، فهذه حركات يسيرة. فالأفضل لهذا اللي رن الهاتف تاعه ولا الباب يطرق أنه إذا كان الباب قريب ويحافظ على اتجاه القبلة أنه يعني يفتح الباب، وهذا اللي رن الهاتف تاعه يحبسه حتى يتأتى له الخشوع وما يحرمش إخوانه المصلين أيضا. تحية مجددة لكم مشاهدنا الكرام. اليوم غادي نواصلوا الفقرة الصحتي فيما يخص الخضروات والفواكه والنباتات. اليوم خيرنا لكم النبات السلق، اللي البعض يقول باللي السلق هو نوع من أنواع النباتات، والبعض الآخر يقول هو نوع من أنواع الخضر. باش نتكلموا أكثر على السلق، أقول يحضر معنا الدكتور مالك. مرحبا بك دكتور. مرحبا بكم. شكرا لقبول الاستضافة. الله يستركم، بارك الله فيكم، ونشكركم اللي استضفتونا نتوما ونعطوا هذه المعلومات لجميع المشاهدين. حنا نعرفوا الدكتور مالك ان السلق هو نبات كانوا يستعملوه منذ القدم لغرض العلاج والغذاء، وهو عرف عند اليونانيين وعرف ايضا عند الرومان. نعم. لكن البعض ما يستهلكوش، ممكن ما يعرفوش القيمة الغذائية اللي يحتويها نبات السلق. واش قادر يقول لنا الدكتور مالك على السلق؟ السلق الحاجة الأهم نحكو على المحتويات تاع السلق. كاين مضادات الأكسدة اللي نعرفهم ورانا حكينا عليهم شحال من خطرة، اللي عندهم فائدة كبيرة، يقتلوا خلايا سرطانية ويثبتوها بلا ما يقتلوا الخلايا السليمة. على حسب الدراسات كاين سرطان الثدي عند المرأة وسرطان الأوزوفاج للجهاز الهضمي. أيضا دكتور مالك حبينا نعرفه بماذا يتميز نبات السلق ولا هذا النوع من المأكولات عن باقي المأكولات الأخرى اللي هي الخضر والفواكه؟ من أهم الشيء نقدر نعتبره مكمل غذائي عند المرأة الحامل، باسكو عند المرأة الحامل باسكو يحتوي على الحديد، يحتوي على اللاسيد فوليك. هذا اللاسيد فوليك يعاون في تكوين الكريات الحمراء، دونك يقوي الجسم بالدم، والمرأة الحامل تسحق هذه الصوالح. وكاين الكالسيوم، نعم، البوتاسيوم، الصوديوم، كاع هاد المكونات يعاونوا المرأة الحامل. المرأة الحامل وايضا الجنين اللي راه في البطن تاعها. نعم، هذه باينه، هذه كي نقولوا المرأة الحامل نهضروا على الجنين تاعها. وماذا يمكن ايضا ان يضيف الدكتور مالك؟ من حاجات مهمه ثاني هو يحتوي على المغنيسيوم. المغنيسيوم عنده صفه مهدئ اعصاب، مهدئ للأعصاب. مهدئ للأعصاب، صدي الواحد ديك ياكل السلق ويستغله وياكله بانتظام مرة ولا مرتين في الأسبوع يلقاه هادئة، باسكو المغنيسيوم عنده هذه الصفة، هذه الصفة تهدئ الأعصاب.
وحنا رانا في مؤسسة في مجتمع رانا فيه الأعصاب وال مليء بالضغوطات كما مليء نقولوا. بالضغوطات، كاين لا بريسيون بزاف. فوالا، دونك النصيحة اللي ممكن يوجهها الدكتور مالك من هذه النقطة، بعد مرور من اليوم حافل بالعمل، تناول سلطة السلق اللي راح تهدأ لك من الأعصاب تاعك. ان شاء الله. وحنا اللي نقولوها ما كانش ونعاودوها، ماشي تاكل غير تاكل، كاين طرق باش تاكل السلق. ما هي هذه الطرق اللي ممكن؟ صادق من الطرق هذه كاين الطريقه الاسهل، هي ما تطيبهاش بزاف، تحكم تغلي شويه ماء من يوصل درجه الغليان، ديره تقطعه كما يقول لك دي بيتي ترونش، دي بيتي ترونش، وديره يغلي 3 دقائق حتى 4 دقائق باش ما يضيعش الفائده تاعه، ما يضيعش لي زونتي اوكسيدون تاعه. تخرجها تخليه تعاود تبرده في ماء بارد، بعد كي يبرد ديره سلطه مع شويه ليمون شويه ملح شويه زيت زيتون، زيت زيتون، تجي حاجه معتبره. ممكن تضيف له البصل اللي تكلمنا عليه في الحلقه الماضيه. بارك الله فيك. وقد ناكلوه بطريقه واحده اخرى واللي هي كاين بزاف كان ياكله اون غراتان مع السمك، وكاين واحد اللي بغي ينحف روحه ستادير ينقص من البوا، وكاين اللي بغي يزيد في البوا مادام فيه الحديد فيه الكالسيوم، هادو كاع مفيدين، الواحد اللي بغي ينقص ولا الواحد اللي بغي يزيد في البوا في الوزن. نعم. دوخ شي يزيد معاه طريقه اللي ياكلها، كاين اللي ياكلها اون غراتان يديروا الحليب يديروا هذيك، دوخ تجي حاجه غنيه. وكاين اللي يبغي ياكلها بطريقه سهله كاين هذه الطريقه. اسمح لي الدكتور نعطيك واحد المثال. عندي واحد الزميل تاعي مريض مرض الهيموفيليا، اللي نشرحوها انه عندما من ينجرح الدم ما يتخطرش. نعم. وقال لها الطبيب ما تاكلش السلق. نعم. علاش؟ السلق يحتوي على فيتامين كا، وفيتامين كا سي انتي كواغولون، ستادير يمنع تخثر الدم. دونك انسان اللي عنده ليموفيليا دونك الدم ما يتخثرش وتزيد تعطيه لا فيتامين كا، ستادير راك تقتل فيه. من الافضل ما يستعملش. من الافضل، جو بونس بلي الميدسان عطاه نصيحه نيشان. بصح من جهه اخرى الفيتامين كا مليحه اللي عندهم لاتونسيون، حنا كيما نقولوا حنايا تاع صادير ليبرتونسيون ارتيريال، داكور، ارتفاع ضغط الدم. بارك الله فيك. دونك هادو مليح عليهم، علاه؟ باسكو هي تعاون في لا سيركولاسيون دو سون في لو كور، تنشيط الدوره الدمويه. بارك الله فيك. دونك حنايا ما في الصيدليه نماركو بلي يجونا دي مالاد ويعطوهم لي ميتا، يعطوهم لاسبيجيك. لاسبيجيك هادي تعاون في لا سيركولاسيون تاع الدم، وتعاون صادير يحسوا روحهم شويه خفاف على دي كامل. وماذا يمكن ايضا ان يضيف الدكتور مالك على هذا الموضوع اللي قد نقولها؟ صديق الانسان ماذا به ياكل بانتظام، يعرف كي ياكل، والسلق من المواد اللي خاص الواحد ياكلها. وكي نشوفوا الماكله اللي انا ناكلوها ماشي طبيعيه، الناس راهي تاكل اللحوم كونجيلي مجمده، هذو لي المواد المجمده فيهم لي كما يقول لك لي كونسيرفاتور، لي كونسيرفاتور هما اللي يديروا الكونسير. احنا ماذا بينا ناكل صوالح طبيعيه اون بلوس كما يقول لك بزياده فيهم مواد كما يقول لك مضادات الاكسده اللي هما ضد السرطان، دونك نديرو كما يقول لك انيكيليب، توازن انيكيليب، وهكا نديرو حاجه نقيه. واحسن طريقه هي الوقايه خير من العلاج. بارك الله فيك. نشكرك دكتور على هذه المعلومات. مشاهدينا الكرام كما راكم تلاحظوا رانا نجيب لكم مواضيع قدموها لكم ممكن في ظرف صغير لكن من معلومات مؤكده. تهلاو في صحتكم، سلام. أعمارنا أعمالنا وبها سمت أسماؤنا، نمضي وتبقى هنا. أعمارنا أعمالنا وبها سمت أسماؤنا، نمضي وتبقى هنا. ما أجمل أن تحيا عمرا غال وثمين بعطاء